بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال في كتابه الموطأ: العمل في صلاة الجماعة. وقد ذكرنا ما أورده في الحديث الأول ثم الأثر الذي بعده. روى بعد ذلك مالك رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد أن رجلاً كان يؤم الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز العقيق قريب من ذي الحليفة، فيتسمى وادي العقيق، يعني يبعد عن المدينة بنحو 6 أميال أو قليل أو 7، 13 كيلو تقريبا. كان يؤم الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه، يعني نهاه عن ماذا؟ عن أن يؤم الناس، نهاه عن أن يؤم الناس. قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه، فهنا قيل يحتمل أنه نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه، أي لا يعرف نسبه ولا يعني أصله ونسبه، أو كان ولد زنا، والإمامة مكان رفيع وله رفعة وله شرف، كما أنه مقام قد يتنافس فيه ويتعرض من يتولاه إلى ألسنة الناس، فكأن هذا يعرض نفسه لطعن الناس والكلام فيه. فالإمامة مكان رفيع وموضع شرف قد يتنافس عليه الناس وقد يقع عليه الحسد، فهذا الذي يتولى إمامة الناس يصير تحت أعينهم، وأصلاً نسبه لا يعرف أو هو ولد زنا، فيدفع الناس للكلام فيه، قيل هذا هو وجه هذا الأثر. ثم ذكر الخلاف في إمامة ولد الزنا، من كان يعني من جاء من زنا هل تصح إمامته أو لا تصح؟ فالإمام مالك يرى كراهية ذلك، يرى أنه يكره تنصيب إمام راتب، لا في سائر الصلوات، إذا كانوا في سفر أو في جماعة فصلى بهم ما إشكال، وإنما أن يجعل إماما راتبا يصلي بالناس ونسبه لا يعرف وهو من ولد الزنا. فمالك رحمه الله يرى كراهية ذلك، وإن صلى بهم صحت الصلاة، وبه قال الليث بن سعد كذلك، وقال غيره كأبي حنيفة والثوري قالوا تصح إمامته، وغيره أحب إلينا وغيره أحب وأفضل. وكذلك قال الشافعي: أكره إمامته لأن لها فضل وموضع، لكن إذا صلى بهم صحت وأجزأته. وبعضهم نقل عن مالك أن له أن يؤم الناس وليس عليه ذنب، فالوزر على الرجل والمرأة حيث وقعا في هذه الفاحشة، ولا وزر عليه. ولهذا قال ابن عبد البر:
الأدلة تدل على أن الذي يؤم الناس يراعى فيه الصلاح والفقه والقراءة، ولم يرد مراعاة النسب، ولم يرد في ذلك مراعاة النسب. هذا ما قيل في هذا الأثر، يعني أن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز نهاه عن الإمامة من هذا الباب، من هذا الباب. نعم، هنا في هذا الموضع يعني يحسن أن نشير إلى ما هي الأمور التي وقع فيها الخلاف من حيث من الشخص في أن يؤم بالناس، ما هي المعاني التي تمنع أن يتولى إمامة الناس. الموانع هذه على قسمين: مانع في يتعلق بالصحة، أي يمنع صحة الصلاة، ومانع يمنع كمال وفضيلة الصلاة. الموانع التي تمنع صحة الصلاة ثلاث: ما يتعلق بالأنوثة، وما يتعلق بالصغر، وما يتعلق بالنقص في الدين. أما الأول ما يتعلق بالأنوثة، فالمرأة لا تؤم، المرأة لا تؤم الرجال، وهذا بالاتفاق، بل قد يحكى على ذلك الإجماع، لكن نقل الخلاف عن بعض الفقهاء، هو قول شاذ ينقل عن الطبري وداود بن علي الظاهري، لكن يكاد يقع الاتفاق أن المرأة لا تؤم الرجال، لا في فريضة ولا في نافلة، لا في الفريضة ولا في النافلة. وعند مالك وتبعه على ذلك أيضا جمهور الفقهاء، وهو قول أبي حنيفة: لا تؤم المرأة المرأة، لا تؤم المرأة المرأة، ذلك أن الإمامة مقام شرف ورفعة، والمرأة فيها وصف نقص في أصل جنسها فلا تؤم، وإنما يصلي النساء فرادى. هذا وجه قول مالك ومن تبعه. ونقل في رواية عن مالك وبه قال غيره كأحمد أن المرأة تؤم النساء، وهذا هو الصحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور امرأة اسمها أم ورقة، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، فكانت تؤم بأهلها، كانت تؤم بأهلها أو بأهل دارها. هذا الحديث اقتنص منه بعض الناس في هذا الزمان أن أم ورقة كانت تؤم بأهلها، أي النساء والرجال، فقال يجوز أن تؤم المرأة الرجال، هذا بعيد، المقصود في حق النساء، هذا الذي وقع الاتفاق على فهمه من الحديث، هذا الذي وقع الاتفاق على فهمه من الحديث. إذن المانع الأول الأنوثة، فالمرأة لا تصح لها أن تؤم الرجال، لا الكبار ولا الصبيان. وهل تؤم النساء؟ الصحيح جواز ذلك وصحته. نعم. المانع الثاني الصغر وعدم التكليف، المانع الثاني الصغر وعدم التكليف. فعند مالك في مشهور قوله أن الصبي لا يؤم الرجال في الفريضة، لا يؤم الرجال في الفريضة، ويؤمهم في النافلة، ويؤمهم في النافلة كالتراويح وغيرها، وقيل له أن يؤم في الفريضة، وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح، وبه قال الشافعي، أي أن الصبي يصح أن يؤم الناس رجالا ونساء سواء في الفرض أو في النفل، بدليل حديث عمر بن سلمة، وذكر أنه كان إذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجالا مروا عليهم على قريتهم،
فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال وكنت صبيا حفاظا أحفظ. فلما أسلمت قريته قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولي أمكم أقرأكم، قال فبحثوا فإذا أنا أقرأهم، فكنت أؤم بهم، كان بين 6 و7 سنين. فوقع مرة أن أصلى بهم وكانت ثيابه قصيرة فظهر شيء من عورته، فقال النسوة استروا عنا إست إمامكم، قال فاشتروا لي إزارا فكان من أحب ما يعني اشتري له أو كما قال. فهو كان صبيا، وذكر هنا أنه كان يؤم بهم ولم يفصل لا بين فريضة ولا بين نافلة. فالصحيح أن الصبي يصلي بالناس إذا كان مميزا ويعرف هيئات الصلاة ويعرف أحكام الصلاة ويعرف نواقض الوضوء، فيجوز له ذلك، يجوز له ذلك. أما المشهور عند مالك فقالوا لا يصلي بهم الفريضة ويصلي بهم النفلة. ووجه هذا قال لأن الصبي لا تجب عليه الصلاة، فإذا صلى فهي نافلة في حقه، ومالك يرى أنه لا يصح أن يصلي الرجل الفريضة خلف من يصلي النافلة، لا تختلف النية، لا يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، يعني الإمام صبي يصلي قالوا في حكمه نافلة واللي خلفه يصلون الفريضة، فمالك يرى أنه لا يصح أن تكون المخالفة في النية، فالصبي تعد له نافلة والمأمومون تعد لهم فريضة، فقال ليس يصح ذلك. نعم. ونقل في المذهب جوازه، نقل في المذهب جوازه ويدل عليه الحديث، وكذلك أيضا يدل عليه أنه يمكن للصبي أن ينوي بها الفريضة، ويدل عليه أيضا قول آخر وهو جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل. المانع الثالث النقص في الدين. النقص في الدين يرجع إلى أمرين، إما الكفر وإما الفسق. أما الكفر فلا يصح، لا تصح إمامة الكافر، لا تصح إمامة الكافر. وأما الفسق فقالوا على قسمين، فسق مجمع عليه، فسق مجمع عليه، وفسق محل تأويل، يعني قد يقع فيه الإنسان لأنه متأول، فهذا إمامته تصح، إمامته تصح. أما الذي يقع في الفسق المجمع عليه فهل يصح أن يتخذ إماما راتبا، وهل تصح إمامته أو لا تصح؟ ففي المذهب قولان، قيل أنها لا تصح ويعيد من صلى خلفه أبدا، إلا إذا كان إماما راتبا نصب من الحاكم ولم يكن فسقه في صلاته كمن يتناول مسكرات ونحو ذلك، هذا إذا كان الفسق محل إجماع. وقيل تصح الصلاة خلفه وغيره أولى، هذا ما يمنع الصلاة أو يمنع الشخص من الإمامة لتعلق المنع بالصحة. أما ما يمنع أن يكون الشخص إماما لما يفوت من الفضل والكمال في الصلاة فهذا يرجع إلى 3 أمور. الأمر الأول كمال الفروض، كمال الفروض أن يكون هذا الشخص فيه صفات تمنعه من أن يأتي بالفرائض كلها، قالوا كالعبد، هل يؤم العبد الأحرار؟ قالوا العبد فيه وصف نقص، فهو لا يتناول أو لا ينصب في الإمامة العظمى مثلا، لا تلزمه الجماعة والجمعة والحج لأنه عبد لسيده، ففيه بعض صفات النقص، فقيل لا تصح إمامته فلا يكون إماما راتبا، وقيل يصح ذلك. وكذلك عند المالكية من الأفراد أن البدوي لا يؤم الحضري،
يروى في ذلك حديث لا يصح، البدوي لا يؤم الحضري، الأعرابي لا يؤم ماذا؟ الحضري. قالوا لي ما؟ قالوا لأنه الغالب أن يكون عليه نقص، فيه نقص في المعرفة بالدين، وأيضا نقص في المعرفة بالفضائل، ثم هو لا تلزمه الجماعة والجمعة لأنه قد يكون بعيدا فلا يحضرهما، فلا يحضرهما، فلا يؤم الأعرابي الحضري. والصحيح في كلا الأمرين جواز ذلك، الصحيح في كلا الأمرين جواز ذلك، والقول في هذا يعني منقول في المذهب، منقول في المذهب. ومن الطرائف يعني في مرة من المرات اتصل بي أحد إخواننا قال يا شيخ ما هذه المسألة، هذه الأعرابي لا يصح، لا تصح إمامته، والمدني والحضري لا يصلي خلف الأعرابي والبدوي. قال لي فيه واحد وهذا يسكن، نعرفه يسكن بادية، ودخل إلى معهد الإمامة صار إماما، والآن تو يصلي بالناس في مدينة، فصلى فقام له أحده يعرفه، ليس يعرفه بل درس معه، بل درس معه في معهد، وأحيانا كان يجلسان على طاولة واحدة على ربما، فلو كان ناصحا لنصحه هناك. قال أنت مش هتدير تقرأ إمام؟ إيه قال إمام أنت بدوي أنت عربي ما لا تصح، راح دير مؤذن ولا دير قيم ولا. فلما صلى وقام في وسط الناس قام يا جماعة أعيدوا الصلاة، البدوي هذا، هذا البدوي يصلي بكم أنتم حضر. وهذا من دوافع ما الغيرة والحسد. فقلت له المسألة مطروحة عند المالكية والحديث ذلك ضعيف، مروي في حديث ضعيف، والجمهور على خلافه، وفي المذهب قول بصحة إمامته، ثم هذا معين من الحاكم، وقد ذكر في المذهب أن شارب الخمر إذا عين إماما راتبا صحت إمامته، إذا لم يكن فسقه في صلاته، إذا لم يكن فسقه في صلاته. ومعروف القصة التي صلى، التي صلى الرجل بالناس أربع ركعات الصبح، فلما سلم قال أزيدكم، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك في الزيادة، كان يتعاطى الخمر، فلا تصح إمامته إذا كان فسقه في صلاته، أما إذا كان يعني واعيا وليس به سكر، فالله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فتبطل صلاته إذا كان السكر في صلاته، أما إذا كان في وعيه وهو يصلي فصلاته صحيحة، وخمره حرام لا شك ولا ريب. نعم، فهذا ما يمنع الفضيلة. كذلك ما يمنع الفضيلة ما يقرب الرجل من الأنوثة، أن يكون فيه وصف يقرب من الأنوثة. قالوا كالخصي المقطوع الخصيتين فيه وصف قريب من الأنوثة، فقيل أنه لا تصح إمامته راتبا، وقيل بل تصح لأن هذا قطع عضو كقطع سائل الأعضاء، كقطع سائل الأعضاء، وهذا هو الصحيح. وأما المانع الثالث فهو ما يحط من منزلة الشخص ويجعل الألسنة تتكلم فيه، وهذا كمثل ولد الزنا وقد سبقه الكلام عليه. أما إذا كان في الشخص نقص في العضو، نقص في العضو، هل يصح أن يؤم بالناس؟ نقول هنا نقص العضو له حالة، إما نقص عضو لا تعلق له بالصلاة فتصح إمامته، لا تعلق له بالصلاة فتصح إمامته، كالأعمى، كالأعمى، ووجد في زمن عليه الصلاة والسلام من كان أعمى يؤم بالناس. أما إذا كان نقص العضو له علاقة بالصلاة، له علاقة بالصلاة، فعلاقته بالصلاة إما تعلق فضيلة أو تعلق في أمور مهمة في الصلاة أكثر من الفضيلة. إذا كان تعلق الفضيلة
الصحيح أنه يصح أن يكون إماما بالناس إماما راتبا. وفي المذهب أن ليس له ذلك لا في, في, في قول، لكن يصح، مثل أن يكون مقطوع في يده، فإذا ركع لا يضم جيدا، وإذا سجد لا تقع يده على الأرض ونحو ذلك. فهذا الذي يرجع الفضيلة الصحيح أنه يؤم بالناس. أما إذا كان نقص في العضو أو في معنى يتعلق بالصلاة ليس بأمر فضيلة بل بأمور من الأركان والواجبات، فهذا أيضا فيه الخلاف، ولعله سيأتينا في صلاة الإمام وهو جالس، أي إذا كان يعجز عن القيام وخلفه يستطيعون القيام، أو إذا كان فيه عضو مقطوع يمنعه من القيام ومن خلفه يصلون قياما وهو جالس، هل تصح منه تلك أو لا؟ هذا في باب سيأتينا، باب صلاة الإمام، أو قال صلاة الإمام وهو جالس، يأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.